جيس توتال جامدين جدا. قبل اي حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وبناء على طلبكم هنكمل النهارده ملخص حكايه لو الجزء الثالث. وطبعا اللي ما شافش اول قصتنا هسيب لكم اللينك في اول تعليق مثبت وفي صندوق الوصف. تنويه بسيط قبل ما نبدا احداث قصه النهارده، هي بالنسبه لنا عالم خيالي من اجل الاستمتاع فقط. اي كلمات عظيمه او تجاوز هم هيقولوها احنا مش مسؤولين عنها، احنا دولنا نحاول نعيشك القصه بطريقه مختلفه علشان نستمتع مع بعض كلنا. الكلام ده بقوله من الاول علشان القصه غريبة او العالم بتاعها لا يتوافق معانا، وما تقلقوش في خط مش هنعديه. جهزوا مشربكم ويلا بينا نبدا حكايتنا. وبعدها بيروحوا كلهم صاله الاماره علشان يلعبوا، وشياو بتلعب بشويه الفلوس اللي معاها ضد خطيبه كاي وتشانغ، وبيبقوا متفشخرين علشان هي معاها فلوس قليله وهم بيكون معاهم اكتر منها، وبيلعبوا بكل غرور. بس شياو بتبقى على وشك انها تخسر، فبتطلب منهم انهم يقلبوا الورق، فالحظ بيلعب معاها وبتكسب في المباراه دي. وبيبقوا اللي قاعدين بيتفرجوا مبهورين علشان كان معاها 3 يون ودلوقتي بقى معاها اكتر من 20,000 يون. وبتخلص شياوي اللعب، وبيبقوا الموظفين اللي في شركه تشانغ هيلعبوا، وبيروحوا عند لو علشان يجي يلعب معاهم. بس لو مش بيكون حابب ده علشان عارف ان الناس اللي بتلعب دي ناس تقيله وهو طبعا مش قدهم. وبيبقى في واحد من ضمن اللي بيلعبوا محدش عارف هو يبقى مين، وبيجي كاي وبيقول له انت مش كنت مخطط تخسر البنت اللي لابسه ابيض؟ ليه دلوقتي بقى عايز تلعب ضد الكل؟ بس الراجل ده بيرد عليه وانه ما عندوش مبدا في الفلوس، وانه هيلعب ضد اي حد علشان يكسب، وبيستفز كاي علشان يلعب ضده. وفعلا كاي بيلعب علشان مش بيحب حد يستفزه، وحرفيا بيخلص كل فلوس كاي. وطبعا كاي بيتعصب ان في حد بيغلبه، وبيقعد كل شويه يزود الرهان ويخسر، وبيقول له انه بيغش فبيتعصب. وبيجي الامن علشان يهدوه علشان ما يعملوش دوشه في المكان، وبيقول لهم انتوا ما تعرفوش انا مين ولا ايه؟ انا بقى من اتباع بياو. وبيبقى واقف واحد ضخم كده واللي بيكون اسمه داوجي، وده اقوى مقاتل في العالم السفلي، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، طول بعرض كده ضرفه يعني. وبيجي بصوته التخين ده وبيقول مين اللي قال دلوقتي انه من اتباع بياو؟ وطبعا كاي بيبقى زي الكتكوت المبلول، شايف قدامه لوح، هيعمل ايه غير ان هو يخاف؟ فبيتهدف في الكلام وبيقول له داوجي، فبيقوم داوجي مديله في وشه علشان قال اسمه من غير اي القاب كده، وبيقول له ان اسمهم وهم بيشتكوا علشان في حد بيغش، فهو عاوز يشوف مين اللي بيغش ده، وانه هيقعد ويتفرج عليهم علشان يشوف مين اللي هيغش. المهم الراجل اللي ما كناش عارفين هو مين، فالاستاذ داوجي مشكور طبعا عرفنا عليه، واللي بيكون اسمه لولي. فبيروح داوجي يقعد جنبه علشان يشوف هيغش ولا لا، وبيقول للكاي لو رجعت كل الفلوس اللي خسرتها وقتها هينسى انه زعق في المكان وهينسى اللي حصل. وطبعا كاي واللي معاه بيكونوا خسروا كل فلوسهم، بس داوجي بيقول لهم هيسلفهم بس بالفوايد طبعا، والفوايد هتبقى 300% حرفيا، هياخد حقه تالت ومتلت. وطبعا كاي وتشانغ بيبقوا شايفين انه كتير جدا انه ياخد 3 اضعاف الفلوس، وبيكونوا حاسين انه فخ وبيعترضوا على كلامه، بس هو بيهددهم وبيزعق علشان يلعبوا. فبيجي لو بيقول له سلفني 100,000، وطبعا كل الموجودين بيكونوا مصدومين ان لو اللي هيستلف منه، ولو مش لاقي ياكل اصلا زي ما احنا عارفين. بس لو بيطلب منه بكل ثقه كانه سارق بنك وهيرد له الفلوس، وكل اللي موجودين بيمنعوا لو انه يعمل كده، بس هو مش بيهتم لكلامهم. فداو بيقول له انت هترجع الفلوس 3 اضعاف، بس لو بيرد بكل ثقه تاني برضه انه يوزع الورق علشان يلعبوا. وبيلعب هو ولولي ومش بيبص على الورق حتى، وبيلعب بكل ثقه وبيفوز في اول محاوله. وطبعا كلهم بيبقوا فاتحين بقهم انه ازاي كسب، وبيلعبوا محاوله ثانيه وهو بيفضل يكسب لحد ما بيرجع الفلوس اللي كاي خسرها، واللي بتبقى 1.25 مليون. وطبعا كلهم بيبقوا شاكين انه بيغش ومصدومين من اللي بيحصل، وبيخلصوا لعب لحد لما بياو بيجي هو ورجالته وبيقول لهم يفضوا المكان ما عدا لو طبعا علشان يلعبوا، وبيبقوا مش عايزين يمشوا، بس ده وبيتعصب عليهم علشان يمشوا، ولو كمان بيقول لهم يمشوا ويسيبوه وانهم مالهمش لازمه. وطبعا بيبقوا زعلانين لان لو المفروض كان بيلعب علشان يحميهم من داو، وهم دلوقتي سابوه لوحده. وبيجي لو بيقول للبياو انت متاكد انك مش عايزني امشي انا كمان زيهم؟ لو عايز يخلع، بس بياو بيقول له ما يخافش وانه عايز بس يتكلم معاه علشان مهاراته في اللعب. بس لو بيرد عليه بلا مبالاه كده انه مفيش حاجه يتكلم عليها، وبيجي داو بعصبيه وبيقول له انت ازاي تتكلم مع بياو كده؟ بس بياو بيسكته وبيتفق مع لو على حاجتين، يا اما ينضم ليه ويبقى من اتباعه، يا اما يسيب ايده هنا قبل ما يمشي هيقطعها له يعني. بس قال ايه بيقولها بشياكه علشان مشاعر ابننا لو. بس لو بيضحك بسخريه كده وبيقول له ايوه هسيب ايدي هنا، وان هو مش مجبر يعمل اي حاجه مش عايزها. فبياو بيقول له انه مغرور وان معنى كلامه انه مش موافق يبقى من اتباعه. فبيرد له بسخريه تاني وبيقول له اتباعك انت مين علشان تخليني اعمل كده؟ فطبعا بياو بيحمر وبيزرق وبيجيب كل
الألوان وبيتعصب إن لو رفض وبينادي على داو علشان يقوم بالواجب، ودي فرصة داو طبعا علشان هو مش طايق لو أصلا من البداية، وداو بيكون رايح ناحية لو بس لو بيكون واقف وهو بيتحركش وبيضربه بقوة كتاب الإمبراطور وبيوقع الهضبة داو من ضربة واحدة. وعمنا بياو بيستغرب طبعا إنه قدر على داو بضربة واحدة وبيقول إنه عنده رجالة كتير جدا علشان يهزموا لو، بس رجالته بيبقوا خايفين بعد ما داو اللي أقوى واحد فيهم اتهزم. فبياو بيمسك التليفون علشان يرن على باقي رجالته، وهو حرفيا ركبه بتكون سايبه من بعضها من كتر الخوف، وطبعا بيكون مش عايز يبين، ورجالته اللي موجودين معاه كلهم بيهربوا. فبيقول وهو خايف هي مالها ضلمت كده ليه، فلو بيقول له ها خلصت مكالمتك ولا لسه؟ وبعد ما الرجال اللي مع بياو بيهربوا بيمسك التليفون وبيرن على رجالته التانيين، وبيبقى واقع من الخوف، بس لو بيبقى واقف في منتهى الهدوء مستنيه يخلص وبيقول له ياخد وقته براحته. وبياو بيبقى مش عارف يجمع كلمتين على بعض من الخوف، وبيتصل بشوالق وبتجمع الرجاله علشان يروحوا ينقذوا بياو. وبعد لما بيخلص بياو التليفون بيقول للو انه بيعترف انه غلط في تقدير قدراته، بس الشخص اللي اتصل عليه دلوقتي محدش يقدر او يفكر حتى انه يغلبه. فبيرد له بلا مبالاه طبعا وبيقول له خلي الشخص ده يجي بسرعه انا مستنيه اهو. وبيقترح له على بياو يلعبوا اي لعبه علشان فكره انه يستنى حد دي ممله جدا، وهو عنده حق بصراحه. وبيقول له تعرف الف طرح سبعه، وهنا بيكون قصده على المشهد المشهور بتاع التعذيب في طوكيو، بمعنى اصح هيعلمه الادب بس بيقول له بطريقه شيك علشان مشاعره بقى وكده. وبيجي الشخص اللي بياو بيكون مستنيه واللي اسمه بيكون يو، حاجه كده الله اكبر طول بعرض زي ده بالظبط. وطبعا احنا خلاص عرفنا ان هو مش بالشكل، وبيدخل يو وبيلاقي ان كل الرجاله معمول معاهم الصح بره، وبيدخل عند بياو بس يا عيني لو بيكون مشرحه وبتكون معاه شوانغ. وطبعا الغلبان بياو ما بيصدق يشوفه وبيطلب منهم ينقذوه، بس هنا المفاجاه بقى شوانغ طبعا اول ما بتشوف لو بتقول للمعلم، وطبعا احنا عارفين ان لو المعلم بتاع شوانغ. وطبعا الغلبان بياو بيبقى مفكرها هتدافع عنه وتعلم لو الادب، بس هي بتضربه حته قلم وبتقول له ما تتغرش بنفسك قدام لو. وطبعا بياو بيبقى واقف زي الاهبل مش فاهم مين بيودع على فين وهم معاه ولا مع لو. وبتروح شوانغ تعتذر من لو على الهبل اللي بياو عمله، وبتروح عند بياو وبتتعصب عليه وبتقول له يفتح عينه كويس وان لو ده يبقى المعلم بتاعها، وكمان ان هو الضيف الكريم لعيلتهم، وان حتى جدها لما بيشوف لو بيكلمه باحترام. وطبعا الغلبان بتاعنا بيرقى على الارض، والنفخه اللي كان فيها من شويه دي مش بتبقى موجوده خلاص، وبيبقى موجود مكانها كتكوت مبلول، وبيعتذر له وبيطلب منه كمان السماح وانه ما يعملش فيه اي حاجه تاني، بس لو بيبص له بصه حرفيا لوحدها كفايه. وبياو بعد البصه دي بيقول حرفيا انا كده انتهيت، بس لو بيطلع طيب وبيقول لشوانغ انه طالما طلع من اتباعها فهيسيبها هي تتصرف معاه، فبترد عليه وبتقول له ان هي هتتعامل معاه، وبتروح تجيب بياو من شعره واللي بيكون عنده شويه شعر حلوين قوي الصراحه. المهم بتجيبه وبتقول له انه يقدم احترامه ويعتذر للو تاني، تقريبا اول مره ما كانتش بضمير. فبيروح بياو وبيعتذر وبيشكره انه مش هيعمل له حاجه، وبيبقى لو ماشي فبتوقفه شوانغ علشان تديله دعوه لمزايا تونغ تشو الجاي، وان جدها اللي قالها تديها له. فلو بيستغرب وبيقول لها ليه عايز يديني الدعوه دي، فبترد عليه وبتقول له انت مش فاكر اول مقابله بينا كان في صندوق خشبي استخدمته علشان تخزن فيه اللوحه المزيفه. فبيرد عليه وبيقول لها ماله الصندوق، فبتقول له ان مفيش حاجه بس علشان جدها اخد باله انك مهتم بالصندوق ده فقال يبعت لك دعوه للمزاد، لاننا كنا جايبين الصندوق ده من هناك. تركيز اوفر قوي في التفاصيل بصراحه، اخد باله ان هو اهتم بالصندوق وفضل فاكر علشان يعزمه. بصراحه احنا محتاجين حد في حياتنا زي جده ده بالظبط ياخد باله من تفاصيلنا كده والله. المهم بياخد له الدعوه، وتشونغ بتقول له انها هتيجي تاخده الصبح، فبيكسفها اللي يكسفه ربنا وبيقول لها انه مش محتاج حد يجي علشان ياخده. وبنروح لبياو اللي رجالته بيبقوا عايزين يعالجوا في جروحهم وبيسالوا عن لو، بس هو بيرد عليهم ان كفايه كلام في الموضوع ده، وانهم لو قابلوه في اي مكان بعد كده يحترموه، وانهم لازم يعترفوا ان هم اتهزموا النهارده. وبيطلب من داو انه يجهز هديه بنت ناس علشان هيبقوا يروحوا لو ويعتذروا له. مش هنخلص بقى، هيفضلوا يعتذروا له طول الموسم. وبيلبس له الحته الحلوه اللي عنده وبيروح المزاد، وكل اللي موجودين بيبقوا عارفين بعض، وبيروح واحد يسال تشي
تشان عامله، لأن أول مرة يشوف الوش ده. وبيروح تشان علشان يشوف هو مين، فبيلاقيه له وبيستغرب هو بيعمل إيه هنا في مكان فخم زي ده وهو مش لاقي ياكل أصلا. فصاحبه بيفرح إن تشان عارفه وبيسأله هو يبقى مين ومن عيلة مين وإنه عايز يتعرف عليه. بس تشان بيرد عليه وبيقول له إن لو ده يبقى كروي فقير. فبيرد عليه صاحبه إن هو استحالة كان يدخل لو هو فقير، وإن المزاد النهارده سري ومحدش بيدخله غير بدعوة. فبيتعصب تشان وبيقول له أنا عارفه كويس وإن هو ما يستحقش كل الاهتمام ده. فبيقول له صاحبه إن هو خلاص مش عايز يعرف عنه حاجة وإنه شكله عامل لك حاجة علشان كده أنت مش طايقه. فبيرد عليه تشان إن لو كان عايز ياخد مراته منه، وبيقول له فأكيد أنا مش هبقى فرحان بكده ولازم أبقى مش طايقه. فبيرد عليه صاحبه إن هو مش مصدق إن في حد يقدر يحاول ياخد مراته منه وإنه هيساعده علشان ياخد حقه من لو. وبيروح صاحبه يتسحب ويقعد جنب لو وبيفتح معاه كلامه وبيسأله هو مين والمقدمة البايخة بتاعت التعارف دي. بس ابننا لو كاريزما مش بيرد عليه أصلا ولا بيعبره ولا بيعتبره موجود أساسا، وبيتعصب طبعا علشان مش بيرد عليه. فتشان بيقول للو صاحبي بيسألك سؤال فرد عليه. فبيقوم لو بمنتهى البرود وبيقول له النسيم المفاجئ يموج مياه الربيع. والجملة دي بتكون مشهورة في قصيدة صينية معناها هدوء وسلام وسلام مياه البركة، لكن بيتم تعكيرها فجأة من قبل الرياح. ابننا بسم الله ما شاء الله مثقف، وبيكون قصده باللي قاله لما تبقى قاعد هادي وحد يجي يعكر مزاجك اللي هو تشان وصاحبه زي ما عكروا مزاجه دلوقتي وهو كان قاعد رايق. وطبعا تشان وصاحبه بيبقوا مش فاهمين اي حاجه، وواحد جنب لو بيشرح لهم وبيقول لهم لو انهم يقراوا كتب علشان لما حد يحاول يهزقهم يبقوا فاهمين الكلام على ايه. وبيتعصب تشان وصاحبه من كلام لو، وبيجي المدير ليه وبيسالهم ايه اللي بيحصل هنا، وتشان وصاحبه بيقولوا له ان لو شتمهم واستهزأ بيهم. فالمدير بيطلب من لو يوري له الدعوه بتاعته. فبيرد عليه لو ان في ناس كتير اشمعنى عايز يشوف الدعوه بتاعته هو. فبيرد عليه المدير وبيقول له انا عارف الناس اللي هنا بس مش عارف انت مين، وانك لو مش هتوريني الدعوه بتاعتك فهضطر اطلعك من هنا. فبيطلع له الدعوه بتاعته، بس تشان بيشدها وبيزقها علشان يطلع بره وبيقول له انه اكيد سارق الدعوه دي. وبيجي المدير وبيوقف تشان وصاحبه وبيطلب منهم يبطلوا اللي بيعملوه في المكان لان المزاد كده هيبوظ بسبب اللي بيعملوه ده، وبيطلب منهم ان هم يطلعوا فوق يستريحوا وهو هيعرف يتكلم مع لو. وبيرجع للو بيقول له ان حتى لو كان معاك دعوه فهتضطر تطلع من هنا يا اما لوحدك يا اما بالامن. وبيجي من ورا شوينغ وجدها وبيزعق مع المدير عشان بيطلع لو وان لو يبقى ضيفهم. فطبعا المدير بيبقى واقف زي الكتكوت وبيقول للجد ده ضيفك ولا ايه، ولو بيقول لنفسه انهم جم في الوقت المناسب علشان ما كانش عايز يهدر الطاقه بتاعته اللي بقياله من كتاب الامبراطور في مكان زي ده. وبيعتذر له الجد وشوينغ عن اللي حصل وان هم اتاخروا عليه وسابوه لوحده، والجد بيطلب من الامن يعلمه ليه الادب على اللي عمله مع لو. والغلابه تشان وصاحبه بيبقوا مفكرين ان ليه مطلع عين لو تحت، ما يعرفوش ان هو اللي طلع عينه. وبيجي ابو تشان وبيقول له يتصرف باحترام لان الجد وشوان عازمين ضيف مهم ما يعرفش ان هم عملوا الواجب مع الضيف قبل ما يقول له عنه. وبيجي الامن في وسط الكلام علشان ياخدوا تشان وصاحبه، وابوه بيتعصب وبيساله عمل ايه علشان الامن يجي، وبيساله هو ضايق مين. فبيرد عليه تشان وبيقول له انه ما عملش حاجه غير مع لو، وان مش معقول يكون لو هو الضيف المهم. وبيبدا المزاد وبيكون لو قاعد زهقان، هو بصراحه زهقان في كل مكان مش عارفه ايه بيبسطه. يلا المهم، وبيبقى قاعد الجد جنبه وبيقول له انه مستني شخص هيعرفه عليه وهو خلاص قرب يجي، وان اسف على اتعابه وعلى المشاكل اللي حصلت. فبيرد عليه ان مفيش مشكله وعادي، ولو بيقول لنفسه انه كان عارف ان اكيد في سبب علشان الجد يعزمه على المزاد، وانه مش موضوع الصندوق الخشبي وكلام فاضي من ده. وبيجي الشخص ده اخيرا وبيعتذر للجد انه اتاخر، وبيسال الجد مين اللي قاعد جنبه ده. فبيرد عليه الجد ان ده يبقى لو، وان ده واحد من معارفه وانه ممتاز في تقييم المقتنيات وانه استغل الفرصه علشان كده جابوا المزاد يقيم الحاجات اللي موجوده فيه. وطبعا الكلام ده مش بيدخل على الشخص، وبيقول ان اكيد في سبب تاني علشان الجد يجيب لو هنا، وبيروح علشان يسلم على لو. وبيجي وقت عرض المقتنيات وبيعرضوا سيف برونزي قديم من سلاله تشو الشرقيه، والشخص اللي احنا مش عارفين اسمه ده بيقول للجد ان السيف ده كويس وان سعره كمان كويس. فبيوقفهم لو بيقول لهم ان في مشكله في السيف ده. فبيرد عليه الشخص ده وبيقول له انه بقاله سنين يعني عارف ايه كويس وايه لا، بس لو بيرد عليه بان السيف ده مزيف. فالشخص ده بيتعصب على لو بيقول له ما يتكلمش في حاجات مش عارفها، وان اكيد مش هيعرف العنصر المزيف من نظره واحده يعني. وطبعا محدش فاهم هو متعصب قوي كده ليه على سيف كانه سيف ابوه يعني. فبيرد عليه لو انه كلامه ملوش لازمه وانهم بعد ما يفوزوا بمزايده السيف هيعرضوه على متخصصين علشان يشوفوا ان هو مزور ولا لا. فالراجل ده بيرد عليه بعصبيه تاني وان هو احسن مسمن في
بتشو، يعني عارف هو بيقول ايه. فبيجي الجد اخيرا وبيسكته علشان مصدعنا بصراحه، ولا عارفين اسمه ايه ولا لازمته ايه اصلا. وبيعتذر الجد اللي هو بيقول له ما يتضايقش من كلام تنغ، اخيرا عرفنا اسمه وان تنغ ما غلطش في تقييم السيف لانه خبير قديم. فطبعا تنغ بيتنفخ قوي علشان الجد قال كلمه حلوه في حقه. وبتبدا المزايده على السيف، والجد بيطلب من شوانغ انها تتزايد على السيف، وبتنديه المزايده بفوز شوانغ طبعا. وبعد ما بيفوز تنغ بيقعد يتنفخ تاني، وبيقول للجد انه بنظره واحده عارف ان السيف ده كنز وكمان نادر، وبيبقى فرحان ان الجد افد السيف. وبيقعد هو ولو يبصوا لبعض بصات غريبه، وبيقول له ان الموضوع صعب علشان اخدوا السيف بسعر منخفض. وطبعا بيتعصب تنغ كل لما لو يجي ينطق، وبيقول له انا محترم معاك بس علشان الجد قاعد، وانا عندي سجل كامل ما فيهوش غلطه، ومش عايز زيك اللي هيعلمني الشغل بتاعي. وفي وسط ما هو بيعك بالكلام بيجي واحد للجد وبيبقى معاه تقرير بالسيف، وبيطلع كلام له صح والسيف فعلا بيطلع مزيف. وطبعا عمنا تنغ بيكون مش عارف يتلم على بعضه، وبيقول للجد ان مفيش اي عنصر بيدخل المزاد ده بيكون مزيف وان ده استحاله يحصل. فبتيجي شوانغ وبتقوله ان كل الحاجات اللي جدها اخدها قبل كده كانت مزيفه وبسببك. فبيتعصب عليها تنغ، هو اصلا مش بيعمل حاجه غير ان هو بيتعصب وخلاص. وبيقول لها ان ما تقولش اي كلام وانه مش هيكون ليه فايده لو الحاجات دي مزيفه. فبترد عليه شوانغ انها عملت تحريات عنه، وان اللي دخل السيف ده يبقى هو، وان هو ليه نسبه في الفلوس بتاعته علشان كده خدع الجد علشان الجد يشتريه وهو ياخد الفلوس. وطبعا تنغ بيكون مصدوم ومش عارف ينطق ولا يتكلم بعد البلاوي اللي عملها. فالجد بيطلب منه انه يشرح هو ليه عمل كده. فطبعا بيقول له الحجه المعروفه، كنت مزنوق في فلوس وامي بتموت وابويا في المستشفى واي كلام في الفاضي. بس البت شوانغ بتخرسه وبتقول له فلوس ايه، ده انا جدي سايب لك 12 متجر يكفوك انت وعيالك وعيال عيال عيالك، وان انت عايز تخطط ليه وعايز كل الفلوس دي علشان ايه. بس الجد طبعا مش بيستنى عليه انه يتكلم، وبيطلب من رجالته يشيلوه من قدامه. وبيعتذر الجد له، وبتسال شوانغ ايه الجد هو ليه تنغ عمل كده، وانه بقاله 10 سنين معاهم ليه بعد كل ده يخدعهم، وان اكيد هو شغال مع حد بس مين ده اللي هيبقى اقوى منهم. فبيرد عليها الجد ان اكيد ده حد من اعداء الماضي. وبتيجي مزايده اخر حاجه في المزاد، واللي بتبقى ملكيه 120 متر مربع في ارض بانلونغ باي. ووقتها لو بيبقى مهتم جدا، فبتيجي شوانغ وبتقول له انت مهتم ببانلونغ، وبتقول له ان بانلونغ كانت تساوي مئات الملايين قبل كده لكن دلوقتي بقت عبء على الملكين. فبيسال له ليه بقت عبء، فبترد عليه وبتقول له علشان المهندسين الثلاثه اللي كانوا شغالين فيها ماتوا بشكل غريب بعد 7 أيام من حصولهم عليها. ومش بس كده لا، وكمان ما كانوش عارفين يهربوا منها، وان عشرات الناس خسروا حياتهم السنين اللي فاتت، ولما كانوا بيدوروا على الجثث اللي كانوا بيلاقوها كانوا بيلاقوا وشهم متشوه، والموضوع كان بيخوف جدا. وان كمان ما كانش فيهم اي امراض او اي حاجه، هم بس وشهم متشوه. وان امبارح حد خسر حياته في المكان ده وكان سواق تاكسي وما كانش فيه اي حاجه في جسمه غير ان وشه متشوه، وان دلوقتي مفيش حد هيشتري الارض دي وهيتصنف كمزاد خسران، وان مفيش حد اهبل هيفكر يشتري الارض. وطبعا بيجي النداء الاخير للارض، وبيكون ابننا لو هو الاهبل اللي هيشتري الارض. وطبعا كل اللي موجودين بيكونوا مصدومين وبيسالوا مين الشخص اللي هيشتري الارض دي، ده حتى اللي كانت بتعلن عن الارض مصدومه مين اللي هيشتريها، وبتنادي اخر مره ولو بياكد ان هو اللي هيشتريها. فواحده غامضه كده بتبقى قاعده بعيد وعايزه تتعرف على لو، والجد وشوانغ بيحاولوا يقنعوا لو ان هو يغير رايه. فبيقول لهم ما تخافوش انا هبقى كويس، وبيدي شوانغ الفيزا بتاعته علشان تكمل اجراءات بيع الارض علشان هو عنده حاجه مهمه هيعملها. فبتساله شوانغ انت رايح على فين، فبيرد عليها انه رايح بلونغ باي. وبس كده بتكون خلصت حلقه النهارده، ويا ترى لو هيعمل ايه هناك، ده اللي هنعرفه في الحلقه اللي جايه. المهم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وطبعا تقولوا لنا رايكم في الحلقه بتاعه النهارده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي على خير. وبس كده بحبكم كتير، سلام.